السلام عليكم إخواني الأفاضل، تحياتي لكم. في هذا الفيديو اليوم سنطعم الرمان بطريقة الشق على بركة الله. في البداية نشاهد هذا حامل طعم من الرمان المر، نطعم عليه نوعية جيدة لهذا القلم بطريقة الشق. عملية الشق كما تعلمون صالحة في شهر فبراير إلى غاية منتصف شهر مارس. في البداية نقوم بالقص على حامل الطعم هكذا، وبعد ذلك نقوم بتحضير قلم التطعيم. فيه برعومين، نقوم بهذه العملية هكذا على الجهتين. كما تشاهدون، ونترك في هذه الجهة، العفو سأعيدها، هكذا كما تشاهدون. الأهم في هذه العملية هو تطابق قشرة حامل الطعم والقلم. بعد ذلك مباشرة نقوم بتسوية الرقعة ليغاليزاسيون دو لابلي هكذا، ونحدث مباشرة الشق الأفقي على حامل الطعم. وبعد ذلك مباشرة نقوم بأخذ القلم بإدماجه على حامل الطعم بهذه الكيفية، ونحرص على أن يندمج نقوم عملية الإدماج، أن يكون هناك تطابق كما تشاهدون هكذا بين قشرة حامل الطعم والقلم. بعد ذلك مباشرة نقوم بعملية الربط هكذا، الربط الجيد شرط أساسي لإنجاح العملية هكذا. بهذه الرافية أو ب أعيد الربط، أفضل دائما استخدام هذا الشريط الخاص من سيلوفان خاص للتطعيم، فهو عازل للهواء، لأن دخول الهواء يقوم بإفساد العملية كما تشاهدون. ربط جيد، هذا عن تجربة، هذا الشريط أفضل من الرافية. ربط جيد، وبعد ذلك نأخذ الماستيك الزراعي الخاص للتطعيم، نضعه على قمة القلم لكي لا يجف هكذا. اشتراك للقناة ليصلكم كل جديد. وصلنا إلى نهاية الفيديو، تحياتي لكم إخواني الأفاضل، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.